السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نصاوب معكم دجاج مشوي على الفخر أو لا بولي غريي أو في دو بوا. تيجي لذيذ بزاف، المكونات ديالو جد سهلة وبسيطة. نتمنى توجدوا هاد الوصفة ونخليكم مع المقادير. لتحضير هاد الدجاج غادي تخصنا طير ديال الدجاج اللي هنكونو حيدنا ليه الجلدة ديالو، غسلناه مزيان وفلحناه بحال هكا باش يدخل ليه المقادير ويجينا سهل في الطياب ديالو في الشي ديالو. هادي تخصنا معلقة ديال الهريسة صغيرة، جوج معلقات ديال الصوجة صوص إيباس، جوج معلقات كبار ديال القزبر معدنوس، عصير ديال نص حامضة، معلقة صغيرة ديال الكاتشب، معلقة صغيرة ديال لاموتارد، خمسة حتى ستة ديال الفصوص ديال الثوم محكوكين، زيت زيتون وتوابل اللي غادي نقول لكم. غنبداو على بركة الله. تنديرو القزبر معدنوس ديالنا، معلقة ديال السودانية، جوج معلقات ديال صوص صوجا إيباس، تنديرو الثوم اللي حكينا، ثم تنزيدو معلقة صغيرة ديال لاموتارد ومعلقة صغيرة ديال الكاتشب، نص حامضة معصورة، ثم تنزيدو لي زارب دو بروفونس معلقة واحدة. اللي ما عندوش زارب دو بروفونس يستعمل هرز زعترة، هي ميكس ديال الأعشاب فيها زعتر وزعترة ورقة موسى واليزير. تنديرو نص ملعقة ديال الملح، معلقة ديال الإبزار، معلقة ديال البابريكا، ثم معلقة ديال سكنجبير، معلقة ديال الكمون، وأخيرا زيت زيتون. صافي، تنرقدو هاد الدجاج ديالنا في هاد لاماريناد واحد ساعة حتى ساعتين، وباش ما شرب لاماريناد باش ما تيجي لذيذ. خليوه يرتاح مزيان، ومن بعد هادي نشدوه ونشويوه اما شوية ديال الضو غري الكتريك او لا على الفاخر. ها هو الدجاج ديالنا وجد، تيجي لذيذ بزاف. نتمنى توجدوا هاد الوصفة ونقول لكم شهية طيبة، وإلى وصفة مقبلة إن شاء الله. ما تنساوش تلايكيو وتبارتاجيو باش تدعموني.